اليوم غادي نتكلم لكم على من أضخم الكتب اللي دارت على مر العصور ليومنا هذا، وكتعتبر لغز كبير ومعروف بإنجيل الشيطان. هذا الكتاب اللي يقال له باللي أنه تكتب في 12 ساعة فقط، وعدد الصفحات ديالو 300 صفحة، وحتى من وراقه ماشي عادية بحال اللي كاينه في كاع الكتب كيف سنعرفو، ولكن من جلد ديال الحيوانات. كتاب اللي هو ضخم جدا وكاد باش انه يتصنف من العجائب الدنيا. سعدوا للرحلة نتاع اليوم ويلا لنبدأ. مخطوطة او للكتاب نتاع جودكس جيجاس او كيف معروف بانجيل الشيطان. اجي نوصف لكم هو الاول بعدا هذا الكتاب اللي العمر ديالو 800 سنة واللي جاي من العصور الوسطى، واللي غريب فيه هو المواصفات ديالو الشكلية. هذا الكتاب يا سادة يا كرام مؤلف من 300 صفحة، والوزن ديالو 75 كيلو، اما العرض ديالو 50 سنتيم، والطول هو عبارة على 92 سنتيمتر. كنتكلم لكم على واحد الحجم اللي هو ضخم وغير عادي نهائيا مقارنة مع اي كتاب ممكن تكون شفتيه في حياتك، وهو مصنف من اكبر الكتب اللي موجودة في عصرنا اليوم، ولكن جم واحد العصر اللي هو قديم. فمن الوصفات الغريبة ديالو انه الغلاف ديالو او لا الوجهتين ديالو عبارة على واحد اللوحات اللي هما كبار، اما النوع ديال الورق اللي مستخدم فيه ماشي بحال الورق اللي تنعرفو اللي كتكون طبيعية، ولكن من جلود الحيوانات، ويقال يا اما الجلود نتاع الحمير او لا العجول. وهنا ما تنساوش بلي اننا راه كنتكلموا على 359 صفحة، على حسب الدراسات اللي داروا الباحثين والمختصين في هذه الامور بلي انه تقريبا غادي يخص سلخ 180 حيوان باش انه يقدر يكتب الكاتب هذا الكتاب على الجلد ديالهم. تخيلوا حتى من الحبر او المداد اللي تستخدم، قالوا بلي انه دار من واحد النوع معين من الحشرات اللي تطحنات وعطات ديك الماده اللي تكتب بها. هذا الكتاب ليومنا هذا كاين في متحف في السويد. ممكن دابا يجيكم هذا الامر بلي انه عادي، لكن فاش تعرفوا شكون دار هذا الكتاب والقصه غادي تصدموا وتخلعوا اكثر، وتعرفوا بلي انه هذا الشيء لا راه ماشي طبيعي. دابا جي نقول لكم شكون داروا وشنو كتقول الاسطوره. في قرن 13 ايام الكنائس كان واحد الراهب اللي كينتمي لواحد الدور ديال الرهبان اللي كاينه في بوهيميا اللي هي واحد المنطقه كاينه في اوروبا الوسطى. هذا الراهب غادي يرتكب ذنوب اللي ما كانش كتغفر. شنو هي والله ما عرفت حيت ما كاينش شي توضيح لهذا الامر. المهم غادي يرتكب ذنوب اللي ما كتغفرش اللي خلات الرهبان لانهم خدامين معاه يحكموا عليه بالاعدام صلبا على الحيط ويخليوه يموت بالجوع والعطش. ولكن هذا الراهب من الخوف من الموت غادي يقترح عليهم فرصة أخيرة ليه باش أنه يعتق راسه من أن بأنه يدير واحد الكتاب يجمع فيه كاع العلوم البشرية اللي توصلوا لها كبشر حتى لهذاك العصر اللي هو قبل من 800 سنة. والرهبان بطبيعة الحال كانوا عارفين بلي أنه ما غاديش يقدر يدير هاد الشيء وغادي يموت، فقبلوا باش أنه يدير هاد الكتاب، ولكن بشرط، وهاد الشرط اللي عرضوا عليه كان معقد وكان صعيب بزاف ومن المستحيلات أنه يطبقه. قالوا لي اسمع، بغيتي دير هاد الكتاب وتعتق راسك خاصك ديرو في يوم واحد. قال لهم صافي انا غادي نبدا نكتبو ونساليه ونعطيه لكم، وديك الساعه تلقوني نمشي في حالي. قبل اصلا ما يحكموا عليه كان تيكتب ديك العلوم وكان تيخبيها، لكن فاش تحبس وجا الحكم بغى يبدا في الكتابه نتاع هذا الكتاب، ولكن غادي يلقى عنده غير 10 ديال الصفحات والوقت غادي تيدور وما بقى ليه والو باش انها تطلع الشمس، ومستحيل انه يدير هذه المهمه في هذاك الوقت اللي بقى ليه. وهنا غادي يقرر باش انه يستعين بشي قوه خارقه اللي كتفوق القوى ديال البشر باش انه يقدر يحقق هذا الشيء، ورغم انه راهب وفي المفروض انه تكون عنده واحد القواعد اللي هي دينيه معينه، لكن غادي يخالف كل شيء وغادي يدق باب الشيطان. من بعد 12 ساعه غادي يجعوا الرهبان باش انهم يجوا يشوفوا هذا صاحبهم المكلخ اللي قال لهم بلي انا راه غادي نكتب واحد الكتاب في ليله على العلوم البشريه. غير هما حلوا عليه الباب غادي يكتشفوا بلي انه قاعد كيتسناهم بفارغ الصبر ومبتسم لهم ابتسامه اللي كانت خبيثه. عطاهم كتاب وما تخيلوش انهم يقدروا يشوفوا بحاله. هذا الكتاب كيف ما وصفته لكم من قبل كان ضخم وما قادرينش يهزوه الا بالمساعده نتاع زوج ديال الرجال. هذا الراهب قدر يكتب الكتاب اللي كيتكون اكثر من 300 صفحه في اقل من 12 ساعه. حتى حد ما عرف كيفاش قدر يكتب هذا الكتاب. المهم غادي تلقوه، ولكن كانوا عارفين باللي انه هذا الراهب باع راسه للشيطان مقابل انه يكتب لهم هذا الكتاب ويعطي راسه كنوع من انواع الشكر حيتاش الشيطان عاونو في هذا الكتاب. واللي غادي يلقاو فيها صفحه كلها مرسومه فيها الشيطان بكاع التفاصيل ديالو
بالقرون ديالو، بلسانو اللي كان مقطوع على زوج، وجهو اللي كان خضر، وضفارو اللي كانت طويله. اختلفوا العلماء شنو اللي خلى الصوره بحال هذه انها تكون في الكتاب، واستنتجوا بلي انه الراهب درها كدليل انه الشيطان هو اللي دار هذا الكتاب. والغريب والمرعب انه قبل هذه الصفحات كانت تعاويذ نتاع طرد الارواح ديال الشياطين. هذا الكتاب تداول ما بين الجماعات المسيحيه باش يحافظوا عليه، وجيل تعطيه الجيل اللي تابعه، حيث كان بالنسبه لهم واحد المعجزه اللي هي مرعبه، وكيعتبروا واحد الشيء اللي هو ديني حيت كان فيه كلام من الانجيل، فبالنسبه لهم هو مقدس وفيه معجزه. وواحد كتب اكثر من 300 صفحه في ليله واحده، وماشي غير هذا الشيء، كاينين 12 ديال الصفحات في هذا الكتاب اللي كانوا مفقودين. اغلب الدير اللي تخبى فيها هذا الكتاب على مر العصور قطعوها، حيت كان كاتب في هذاك الراهب طريقه باش انه يستحضر الشياطين باش يعاونوا انه يسال هذا الكتاب اللي فيه بزاف من العلوم البشريه. نزيدكم جلد الحيوانات اللي كانت تخدمات كورق كتحتاج على الاقل 5 سنين باش انها تنشف وتقدر تستخدم ويتكتب فيها. واكيد هذا الراهب ما كانش عارف راسو انه غادي يجي شي نهار اللي غادي يتسجن فيه، وما وجدش هذا الجلد من قبل 5 سنين باش يستخدمو لديك الليله، وخصوصا انه كان مسجون، فمنين غادي يجيبوه حيت ما يمكنش ليه يخرج على برا. وحتى اذا كان شي شخص اللي هو عادي هو اللي دارو وبدا كيجمع المعلومات بحال هذه وعايش بحالنا في الحياه، تياكل وتشرب وكيدخل الحمام اعزكم الله، فهاد الامر غادي ياخذ منه 30 سنه بدما الجلد ينشاف وبدما يكتب داكشي اللي فيه. على هذا الكتاب غادي يدار واحد الفيلم في ناشونال جيوغرافي اللي تقدروا تفرجوا فيه في تفاصيل اكثر. اللي من هاد التفاصيل لما عرضوا الكتاب على واحد الخبير في الخط وفحصوا واحد الفحص اللي كان دقيق، قال بلي انه الشخص اللي كتب هذا الكتاب دارو في جلسه واحده وما نضج منه، وكان مقد بواحد الطريقه اللي هي مرعبه. زعما اذا كان هذا الشخص من الانس واش ماكلاش، ما مشاش للحمام، ما عياش، ما داش، ما والو، يعني ماشي خط نتاع واحد الشخص اللي كان مستعجل وخايف من الموت. وواضح بلي انه هذا الخط نتاع الشخص اللي هو واحد، والحبر غادي يتبدل اكثر من مره، ولكن في النهايه الخط كان واحد، واللي كتبه من الاول للاخر نفسه، وحتى حد ما عارف واش صاحب هذا الخط واش هو تاع الراهب نفسه او لا الشيطان اللي باع ليه الراهب روحه. ولكن على حساب الدراسات نتاع العلماء لهاد المخطوطات والتفسير المنطقي ليها، انه مفروض انه الكتابه بهذه الطريقه وهذاك الترتيب وديك الصياغه اللي دارها الكاتب غادي يحتاج على اقل 30 عام باش انه يقدر يساليه بدوك المعايير وديك الطريقه. ولكن هذا الراهب سلاه في ليله واحده، وحتى شي حد ما عرف كيفاش دار ليها، وحتى داكشي اللي شافوه دوك الرهبان في دوك الصفحات اللي تقطعات فالله اعلم بها. هذا الكتاب كله كان غريب حيت كيحتوي على امور اللي هي دينيه عندها علاقه بطرد الارواح، وفي نفس الوقت عنده علاقه بطلب المغفره والشعور بالذنب. في النهايه ديال الكتاب تذكر اسم الشخص وتكتب حداه انغروزس او العقاب الشديد، وهذا الكتاب حاليا كاين كيف قلت لكم في واحد المكتبه وطنيه في السويد. فقبل ما يوصل لهنا كان اي واحد سرقه كان كيحكم على راسه بالموت بسبب اللعنه نتاع هذا الكتاب. هذا الكتاب من القرن 19 محفوظ اليوم بواحد الطريقه اللي هي معينه مع درجه الضوء اللي هي خفيفه باش انهم يحافظوا عليه انه ما يتخربش. كيف جاتكم هذه القصه نتاع اليوم؟ وباش تاكدوا من هذا الشيء تنقول لكم يمكن لكم تفرجوا في الوثائقي اللي داروا في ناشونال جيوغرافي، راه حاطين فيه كل شيء بالصور والادله. والى هنا تنتهي سهرتنا لهذه الليله، وغادي نقول لكم نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب كيف العاده وتشجعوني باش هذا المحتوى يطلع. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.